حلقة جديدة من إيد في إيد بتبدأ معاكم دلوقتي على نغم اف ام ولحد الساعة 12، وأنا معاكم محمد بكر. الحقيقة إيد في إيد اتكلم خلال الأسابيع اللي فاتت كل يوم اتنين عن مؤسسة مهمة جدا، هي مؤسسة سقيا الماء للتنمية، المؤسسة اللي اهتمت بتوصيل المية لأماكن كتير جدا في مصر. مش بس توصيل وصلات، لا دي بتحفر أبار، بتعمل محطات تحلية. الحقيقة ليها نشاط كبير وواسع جدا في محافظات كتيرة جدا في مصر. مشرفنا النهاردة أستاذ عزت طاهر، المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء للتنمية. أهلا بك يا أستاذ عزت. أهلا بك يا سمير. خليني أفكر الناس سريعا إن هم ممكن يسمعونا من أي راديو على 105.3، وكمان ممكن تبعتولنا رسائل على 105.3 أو تكلمونا على 3835316، وكمان تقدروا تسمعونا من على NRC app من أي موبايل في مصر. أستاذ عزت، خليني كده أفكر الناس باللي سقيا الماء عملته خلال الفترة اللي فاتت. انتوا في شهور قليلة سلمتوا تقريبا 200 بير في عدد من المحافظات. خلينا نفكر تاني الناس كده، العدد ده تم انجازه في قد ايه وسلمتهم فين تحديدا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا استاذ محمد، يعني هي مؤسسة كمان من اول ما بدأنا، احنا بدأنا في الاول في توصيلات المية، وبدأنا نشتغل في البحث ازاي نعمل الابار وفين بالظبط هنعمل. احنا كمؤسسة احنا بقالنا 11 شهر بالظبط، فخلال 11 شهر دول احنا عملنا 200 بير. عدينا بكواليس كتير، عدينا بمشاكل كتير جدا عشان نتعلم ازاي نعمل الـ 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 الحاجه دي، وازاي نشتغل في الابار، وازاي نعمل كده. الجديد بقى ان احنا بقول لحضرتك خلال 11 شهر عملنا 200 بير. انا بقول لا، ان من النهارده خلال شهر بالظبط هنسلم 150 بير جديد ان شاء الله. طيب يعني من دلوقتي اللي هو 7-9 ان شاء الله بدايه شهر 10 هتسلموا 150 بير بالظبط. وده ليه اللي خلاني يعني انجز 200 بير في 11 شهر، فهنجز 150 بير في شهر واحد بس. هو ده اللي بتكلم فيه مع حضرتك، اللي هو فكره ان انا اتعلمت. يعني هي شطاره ان انا اتعلم من اخطائي واتعلم من اللي انا بشتغل عليه علشان اطور فيه دايما. طيب. فهي دي المؤسسه السكر ما على طول بتعمله على طول شغاله فيه يعني. حلو جدا. طيب في شهر ان شاء الله هنسلم 150 بير، وعلى مدار 11 شهر تم 11 بير. طيب خليني افكر كده يعني، او نفتكر مع حضرتك، ال 200 بير دول تم تسليمهم فين بالظبط؟ هم كلهم في مطروح، كلهم في محافظه مطروح. يعني من اول مطروح لحد قبل السلوم مفيش، يعتبر من 45 كيلو و 40 كيلو يعني. تمام. بيخدموا كام شخص تقريبا وكام اسره؟ هو احنا لسه كنا بنعمل احصائيه كده، فاحنا كنا حاطين يعني حوالي 50,000 بني ادم يعني، او 50,000 شخص، لان الاسر هناك برضو عددها كبير. يعني انت ممكن تلاقي اسره هناك 10 اشخاص، مش زي عندنا هنا 3-4، لا هم هناك ما شاء الله يعني العدد كبير. فبتلاقي 10 ولا حاجه، فاحنا حسبناها حوالي 50,000 يعني. طيب لو هنتكلم عن مراحل التنفيذ للبير وتطويره، لان انتوا اشتغلتوا على تطويره، مش فكره ان المستخدمين لي يعني يروحوا يستخدموا دلو ويطلعوا الميه، لا انتوا طورتوا في شكل البير وحطيتوا فيه يمكن تكنولوجي مختلفه شويه. فخلينا نتكلم عن مراحل تنفيذ البير. طيب هو اول مرحله لو هنقولها بالترتيب، اول حاجه البحث الميداني. يعني ايه البحث الميداني؟ انا بمعايا جزء من المتطوعين بيعملوا لي بحث، ان هو اتاكد ان الاسره اللي انا رايح لها او ان انا هشتغل معاها هي فعلا تستحق ان انا اعمل بير. دي نقطه. نقطه ثانيه، الارض نفسها اللي انا هشتغل او هحفر فيها البير، الارض دي مقننه، بمعنى ان هي لما اجي احفر بير مش هيجي بعديه بسنه 2-3 يقول لك البير ده في مكان مخالف فلازم نهده علشان الارض دي مش ملك الشخص ده يعني. دي تاني نقطه. تالت نقطه، بنبدا بقى في مرحله الحفر. اول حاجه هي اسمها حاجه اسمها فتحه الفم. فتحه الفم دي بتكون عمق وفتحة على سطح الارض عمقها 1.5 متر. بعد كده بتيجي حاجه التوسعه، وهنا بقى الاختلاف. الناس بتكون فاهم الابار اللي سقيا الماء بتعملها هي ابار مياه جوفيه. لا، احنا بنعمل ابار تخزين مياه الامطار. تمام. فرق كبير جدا. ليه ما بعملش المياه الجوفيه في مطروح؟ لان هناك انا عشان اعمل مياه جوفيه او عشان اعمل البير المياه الجوفيه ده بضطر يعني احفر على اعماق كبيره جدا. دي حاجه. حاجه تانية، الميه اللي هناك مالحه، فبضطر اعمل وحدات معالجه، فالتكلفه هتزيد جدا جدا جدا. اللي احنا شغالين احنا شغالين باسعار مختلفه جدا عن البير ده. تاني حاجه، بعد ما بنزل بفتحه الفم دي، مرحله التوسعه، ان انا بعمل غرفه تحت الارض بالمقاسات المختلفه بقى، في 30 60 100 ايا كان انا شغال على ايه. بعد كده مرحله المحاره، ودي مهمه جدا. المحاره اللي احنا بنعملها دي بتبقى تاخد المحاره جوه 3 وشوش. ليه 3 وشوش؟ لان المسام بتاعت الجدران تحت بتكون متفتحه بسبب ان هم وسعوا. فلو انا ما عملتش المحاره دي الميه تتسرب مني. طب هل يعني، خليني اخد خطوه استباقيه شويه كده، هل بيبقى في زي يعني صيانه للبير كل فتره او حاجه شبه كده؟ بالظبط. هي الصيانه ما بتتمش قبل 10 سنين.
تمام قبل 10 سنين. اه بالظبط. ليه قبل 10 سنين؟ لان هي خلاص بيكون واخده محاره كويسه جدا، بتكون معموله متقفله بكل حاجه، فهو بيكون متابعينها بطريقه دوريه. فهم لما سالنا يا جماعه البير ده اصلا بيقعد كام سنه، فقال لنا بيقعد اكتر من 100 سنه. طيب انا النهارده البير بتاعي ده امتى اضطر ان انا هعمله صيانه، امتى اضطر ان انا اجي اطمن عليه، ولو انا متبرع وعايز اطمن على الصدقه بتاعتي هي شغاله ولا لا. فقالوا لنا من 10 سنين ل 20 سنه دي اول مرحله اللي هي، والصيانه بتكون عباره عن ان انا بنزل المحاره اللي انا عملتها وبمحر من اول جديد بس. هي دي الصيانه الوحيده. الصيانه يعني مرحله المحاره بس هي اللي بيتم فيها الصيانه. بالظبط. طيب لو هنتكلم عن قبول سقيا الماء او مؤسسه سقيا الماء للتنميه للتبرعات، هل هي تبرعات ماديه فقط ولا في نوع تاني من التبرعات؟ هو بص، اي مؤسسه يا استاذ محمد بتاخد يا اما تبرعات ماديه او عينيه. العينيه اللي هي ممكن يكون في مصنع او تاجر عايز يساعد معانا في البيوت، زي ما كنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك ان احنا بنبني 60 بيت في اسوان. هو النهارده تاجر حديد وعايز يساعدنا بالحديد، فبنقدر نقبل التبرع ده. شركه الاسمنت، شركه الميه اللي احنا شغالين ان احنا نوزع ميه على مستشفيات، فهو عايز يشارك معانا بالحاجات دي. فهو ايا كان التبرع اللي هو قادر يعمله حتى لو بالمجهود، احنا بنستقبل اي تبرع. طيب ازاي الناس توصل لكم للتبرعات؟ احنا عندنا طبعا الويب سايت او البيج بتاعتنا على الفيسبوك، هو ممكن يخش سقيا الماء للتنميه او سقيا الماء، بيخش يكلمنا على الصفحه، يقول لنا بياناته، يقول لنا هو محتاج ايه، ان كان هيتبرع او ان كان عايز اي استفسار هنرد عليه. في الهوت لاين بتاعنا، في فودافون كاش، في رقم البريد، في بنك مصر، كل الحاجات دي هو ممكن يقدر يوصلنا من خلالها يعني. تمام جدا. طيب يعني لو هنتكلم عن الفرق بين المؤسسه الخيريه والمؤسسه الخيريه يعني التنمويه، هنقول ايه الفرق ما بين ده، يعني ممكن نوضحه للناس. طيب هي المؤسسه الخيريه عامه بيكون كل الشاغل عندها ان هي ازاي تساعد الناس، او يكون عندها عدد من الاسر بتديها تبرع او بتساعدها بتبرع شهري او بمساعده ما يعني. طيب ايه الفرق ما بينها وبين بقى المؤسسه التنمويه؟ هي بتكون مؤسسه في الاصل هي خيريه، هي بتساعد برضو الناس وبتساعد الاسر وبتساعد وعندها اسر وعندها ابحاث وعندها كل حاجه، بس الفرق ان هي بتشتغل اكتر على تنميه حاجتين: الموارد البشريه، ان هي من حته المتطوعين اللي بيخش لها، هم بيكونوا عايزين يطوروا في الموارد دي عشان يطلعوا قاده مجتمعيين، ان هي دي تفيد المجتمع. تاني حاجه ان هي بتعمل الاسر دي مشاريع تنمويه، المشاريع دي بتخليها من اسره هي بتمد ايديها علشان تاخد تبرع، لاسره هي خلاص بقت منتجه في البلد وبتقدر تدي هي بعد كده التبرع. هي دي الفرق ما بين الاثنين. احنا كمؤسسه احنا شغالين في التنميه، احنا شغالين في مجال التنميه. استاذ عزت، اسمح لي نفكر اللي بيسمعونا بارقام التبرعات اللي ممكن يوصلوا من خلالها لسقيا الماء. طيب احنا كنا قلنا ان هو البيج بتاع الفيسبوك سقيا الماء، اول هوت لاين بتاعنا 012-046-727. تمام. ده الهوت لاين ممكن يكلمنا في اي وقت، هيلاقيه شغال 24 ساعه. لو هو بقى عايز يتبرع عن طريق البريد 020-411-2035-48-18. في برضو بنك مصر 68-44-1-147. تمام. وفي فودافون كاش 010-27-82-7-38. تمام جدا. احنا يمكن فرقنا ما بين او اتكلمنا عن الفرق بين المؤسسة الخيرية والمؤسسة الخيرية التنموية. خليني يعني اتكلم او نوضح للناس، لان فكرة التطوع مهمة جدا في العمل الخيري. عندكم كم متطوع حاليا ودورهم ايه يعني، ولو محتاجين متطوعين يوصلوا لكم ازاي برضو؟ طيب هو عدد المتطوعين الحاليين يعني اعتقد احنا بنتكلم في حوالي 50 او 100 متطوع. تمام. ازاي المتطوع يوصل لي؟ عفوا، انا بس عايز اوضح ان هو المتطوع اصلا هو عمود اي مؤسسه، يعني هي اي مؤسسه خيريه بتكون اي مؤسسه. خصوصا ان انتوا بتشتغلوا في محافظات يعني حدوديه خلينا نقول، وبرده محافظات الصعيد، فانت محتاج متطوع عارف المكان وممكن يكون من اهل المحافظه. بالظبط يا استاذ محمد، هو ده اللي بيخليني النهارده ان انا كسقيا الماء بقدر انجز الحاجات بسرعه كويسه او بسرعه كبيره، لان انا بعتمد على متطوعين من اهل المكان. تمام. سهل ان انا اجيب متطوعين من القاهره او من الجيزه هنا واطلع بيهم المحافظات واشتغل واعمل كل حاجه، بس التكلفه هتكون عاليه، الكواليتي بتاع الحاجه او ان انا اوصل للناس فعلا المحتاجه جوه، يعني فين جوع اصلا ما حدش يعرف عنها حاجه غير اهاليها نفسها. طبعا. فانا بدور على ده. يعني يمكن المره اللي فاتت او الاثنين اللي فاتوا احنا مع بعض في الحلقه كنا يعني حضرتك كنت
في مطروح وبنتكلم في التليفون وتاني انا في مكان شبه حدودي، فيعني بتوصلوا للمناطق النائيه ديت او البعيده او الحدوديه ازاي؟ هو دور المتطوعين معانا بقى، احنا بنتواصل هناك معاهم يا جماعه وودونا للاماكن اللي ما فيش جمعيه بتروح. معظم المؤسسات او الجمعيات اللي بتروح مطروح بتروح في الاول، يعني اللي هي بعد ما تروح ممكن ب 10 20 كيلو او 40 كيلو المثاني، بس انا بوصل لكره بعد ما تروح ب 170 180 كيلو. تمام. الكره دي او النجوع دي او العزب دي ما حدش بيوصلها لان هي فعلا بعيده جدا، انت ممكن تمشي 100 كيلو ستريت بعد كده تخش للصحراء جوه 60 كيلو. فما فيش مؤسسه او يعني الا من رحم ربي طبعا في اكيد بيوصلوا، بس يعني انا بتكلم ان احنا ده تركيزنا او السبوت بتاعنا بيكون على النجوع دي او العزب دي اللي هي فعلا بيكون مهمشه او بيكون ما فيش حد قادر يوصلها بالحاجه دي، فاحنا بنقدر نخش لها ان كان بقى مشروع تنموي ان كان الابار ان كانت المساعدات ايا كان المساعده اللي احنا نقدر نخدمها بنعملها معاك. تمام جدا. يعني مناطق زي دي اكيد المؤسسه يعني بتحتاج ان هي تتعاون مع المحافظه. ده السؤال اللي هساله لحضرتك بعد ما نرجع نكمل حلقه النهارده. خليني افكركم ان انتم ممكن توصلوا بتبرعاتكم لمؤسسه سقيا الماء من خلال صفحتهم على فيسبوك هي سقيا الماء، وكمان ممكن تتبرعوا لهم من اي مكتب بريد على حساب 020-4-11-2035-48-18، كمان على حساب بنك مصر هو 44-68-1-147، والهوت لاين الخاص بسقيا الماء هو 012-046-727، وكمان عندهم فودافون كاش ممكن من اي موبايل توصل لهم بتبرعك على 010-27-827-38. تكلمنا عن الابار اللي تم تنفيذها في محافظة مطروح، الوعد اللي ان شاء الله يتنفذ خلال شهر بتنفيذ 150 بير، ان شاء الله برضو هيكون استاذ عزت في مطروح؟ ان شاء الله. طيب توسع بقى الابار هيكون فين في الفترة الجاية، محافظات ايه ان شاء الله؟ هو احنا يعني بندرس دلوقتي موضوع سيناء ان احنا نروح الجنوب، جنوب سيناء برضو لان جالنا طلبات كتير جدا ان الناس هناك محتاجة ابار ومحتاجة شغل، بس هناك الابار اكتر بقى جوفي مش تخزين. هنا تخزين في مطروح تخزين لمياه الامطار، لكن هتكون في سيناء مياه جوفية ان شاء الله. طيب لو هنتكلم يعني عن استجابتكم للمتبرع بتكون ازاي؟ طيب انا المتبرع عندي بيكون حاجتين، في متبرع بيكون عنده شغف ان هو يبعت التبرع بسرعه جدا فبيكون بعيد عني، يعني انا عندنا الحمد لله مندوبين بينزلوا كل المحافظات وكل حاجه، بس انا النهارده لو في متبرع في اسوان فانا بيبقى صعب عليا ان انا ابعت المندوب بسرعه في نفس اللحظه تعالى خد التبرع فبعته بسرعه يروح يجيب التبرع في نفس الوقت. فانا بوفر له البديل، عندي فودافون كاش، عندي البريد، عندي بنك مصر. فانا على ده تسهيلا للمتبرع نفسه ان هو انت النهارده حابب ان انت تتبرع وعايز الصدقه بتاعتك توصل بسرعه قدامك كذا حد. يمكن الحلقه اللي فاتت دخل معانا احد المتبرعين لسقيا الماء واتكلم عن تجربته وان هو يمكن فاجئكم في مره بان هو وصل لمطروح وتابع معاك وحفر البير اللي كان يعني متبرع بيه. طيب لو هنتكلم عن المشروعات التنموية الثابتة اللي سقيا الماء بتنفذها بتكون عبارة عن ايه بالظبط؟ طيب احنا نفذنا يعتبر في مرسى مطروح، ودي طبعا احنا قلنا في كل محافظة بيكون مختلفة المشروع اللي بننفذه حسب الطبيعة بتاعتها. في مرسى مطروح اشتغلنا على ابراج الحمام، وكان لسه عندنا القائمة سيادة اللواء خالد شعيب محافظة بالظبط. ده كان سؤال يمكن قبل الفصل ان الوصول للمناطق الحدودية بيحتاج اكيد تعاون مع المحافظة والقائمين هناك. بالظبط بالظبط، وعلشان كده هو يعني سيادة اللواء هو مسهل لنا حاجات كتير جدا وعلى طول بيدعمنا وعلى طول معانا، يعني لسه في اللقاء الاخير كان بيقول لنا دوسوا اكتر بقى في موضوع المشروعات، يعني قالوا لنا انتوا خلاص اشتغلتوا وقلنا لكم على الخطه او اللاين اللي انتوا هتشتغلوا عليه في الابار، يعني كملوا هنا بس دوسوا بقى اكتر في المشروعات. يعني فكره المشروع التنموي ان انت تبقى بتوفر دخل ثابت لاسره في مناطق نائيه اكيد ده بيفرق معاهم، والمشاريع كمان يمكن مختلفه يعني ابراج حمام يمكن ماشيه وهكذا، يعني هتكون بالنسبه للناس في المناطق دي مهمه جدا. طيب الفتره الجايه يعني انتوا اشتغلتوا في مطروح ومطروح هي اللي واخده نصيب بالاسد مع سقيا الماء، ولكن في مثلا محطه تحليه في قنا، ايه بقى الخطط المستقبليه اللي سقيا الماء شغاله عليها في محافظات مختلفه عن مطروح؟ طيب انا عندي حاجتين، اول حاجه في محافظه جديده بنفتتحها يعتبر الشغل فيها اللي هي الوادي الجديد، خلاص اتمضى بروتوكول مع محافظه الوادي الجديد هناك ان احنا هنستصلح 200 فدان. 200 فدان هنستصلحهم وهنشتغل بالتعاون مع المحافظه ان احنا هنعمل 50 بيت ل 50 اسره وهنديهم جزء من يعني الأرض. عدد من الفدان
فدانين هيشتغلوا فيها كاستصلاح ليهم وهيبدا يبقى في شغل. 200 فدان لكام اسره تقريبا؟ بص هو لسه يعني احنا بندرس بقى الموضوع دلوقتي يعني احنا اتفقنا على 50 بيت هيكون احنا لينا جزء والمحافظه ليهم جزء ده كمرحله اولى ونبدا نكمل يعني في الفتره الجايه بس هي المرحله الاولى كبروتوكول او كتعاون هو 50 بيت ولسه هنشوف بقى سبل التعاون وسبل التنفيذ هيكون ماشي ازاي الفتره الجايه. يعني دي مرحله جديده سقيا الماء بتدخل فيها ان هي هتوصل لمثلا 50 اسره او 50 اسره من الاكثر احتياجا لخدمتهم في محافظه الوادي الجديد هتبني لهم 50 بيت على مساحه 200 فدان. ال 200 فدان دول هيكون فيهم جزء من الارض مخصص للزراعه او الاستصلاح. فدي خطوه مختلفه سقيا الماء هتقوم بيها يمكن مش منحصرة بس أو أنشطة سقيا الماء مش محصورة في الأبار ووصلات المية وما شابه لكن لا بنخرج بمشاريع ثابتة لأهلنا في المناطق الحدودية زي أبراج الحمام. دلوقتي في بروتوكول مع محافظة الوادي الجديد باستصلاح المتين فدان دول. طيب القاعدة البيانات للمتبرعين مثلا وقاعدة البيانات برضو للناس اللي انتم محتاجين توصلوا لها بتشتغلوا عليها وعلى ساعتها ازاي؟ طيب وانا بس هضيف حاجه قبل الاجابه على السؤال ده ان انا في بروتوكول تاني يعني برضه ما حضرتك قلت مطروح واخده نصيب الاسد هو في بروتوكول مع شركه القبضه للمياه الشرب هناك والصرف الصحي يوم الاثنين هنمضيه هنخش في شكل جديد بقى للتوسع علينا في شغل في مطروح مش ابار ومشروعات بس لا ده احنا كمان هنعمل محطات تحليه وهنبدا نشتغل في مطروح ولا هنا في القاهره؟ مطروح مطروح يعني حضرتك هتكون معانا الحلقه الجايه بتاعت يوم الاثنين ولا هتكون في مطروح هتمضي البروتوكول؟ لا دي غالبا مش هبقى معاكم يعني علشان نبدا نجهز بس من دلوقتي ان حضرتك تبقى يعني نبقى بننقل الحدث بيحصل ازاي للناس على الهوا ان شاء الله وتكون حاجة مختلفة بيسمعها كل المهتمين بالأعمال الخيرية. أستاذ عزت المرحلة او الوقت الزمني او الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات دي قد ايه؟ طيب احنا حاطين هو يعني لو هنتكلم على المشاريع عامة كلها حاطينها السنة الجاية كلها هيكون فيها مشاريع جديدة ان شاء الله كتير جدا هيكون في زي ما تعودنا تطوير عامة في العمل الخيري وتطوير في ازاي نوصل الصدقة اصلا للمستحقينها. فانا بنتكلم من 6 شهور لسنة هيكون في انجازات كتير جدا هيكون في مشاريع جديدة دخلت عندنا في سكان ما احنا دايما بنكون بنجدد ودايما بنكون في مرحلة اعداد جدا يعني 6 شهور اعتقد على مشاريع بالحجم ده مش فترة زمنية كبيرة وواضح ان انتوا بتاخدوا الموضوع بتحدي يعني انتوا على مدار 11 شهر نفذتوا 200 بير في مطروح. حضرتك قلت لنا في بداية الحلقة ان على مدار شهر ان شاء الله هيكون في 150 بير فده تحدي كبير اكيد ان شاء الله 6 شهور تقدروا تنفذوا ده. وخليني افكر الناس سريعا كده يقدروا يوصلوا لكم ازاي على الهوت لاين الخاص بسقيا الماء هو 012-046-727 وممكن توصلوا بتبرعاتكم من اي رقم على فودافون كاش هو 010-27-827-38 ومن خلال حسابهم في البريد على 020-411-2035-48-18 ومن بنك مصر على 44-68-1-147. سقيا الماء الحقيقة مؤسسة يعني بدأت من فترة قليلة ولكن قدمت أعمال كبيرة جدا خلال الفترة دي أبار وصلات مية محطة تحلية في هنا عدد كبير جدا من المشاريع زي ما شوفنا كمان أبراج حمام في محافظة مطروح مشاريع مختلفة الحقيقة شغالة عليها سقيا الماء. أستاذ عزة تشرفتنا في إيد في إيد وإن شاء الله لينا لقاء تاني متكرر نكشف للناس فيه عن أنشطة سقيا الماء. كنت ضيف عزيز علينا ودايما منورنا في نغم فام. شكرا أستاذ محمد. خليني أفكركم إن أنتوا بتسمعوا إيد في إيد كل حد واثنين من الساعة 11 للساعة 12 بكون معاكم محمد بكر خليكم دايما على نغم فام 105.3 هتسمعوا أغاني جديدة وكمان برامج مختلفة. تحياتي محمد بكر وشكرا للزميلة أسماء الرخاوي في الإعداد ومهندس مينا منير في الهندسة الإذاعية.